أهلا بكم. ابنة الكاتب والروائي عبد الرزاق بوكبة تكشف عن موهبتها في عنوانتها الكتب. لقيتهم نجمة. أولا عندي مدينة بلا لون. مدينة بلا لون. ثانيا عندي جبل بلا ظل. جبل بلا ظل. ثالثا عندي ضربة الموت. ضربة الموت. نترككم تتابعون التفاصيل بعد الجنجل. شكرا على المتابعة. لسلامتكم، اقعدوا في ديوركم. صباح الخير والربح. السلام عليكم. هذه بنتي نجمة، واليوم حاب نقول لكم باللي نجمة بنتي عندها هواية استثنائية. انا شخصيا هذيك الهواية تعجبني بزاف، ما على باليش هل اخذتها مني ام لا. لست من النوع الذي ينسب مواهب اولاده وبناته ليه، لانه في هذا ماشي ما نشوفهاش باللي مكسب. هذه الهوايه هي العنوانه تلقى عناوين لكتب، تحط عناوين. وانا شخصيا في مساري الادبي لاقي مشاكل في عنوانات كتبي. مصادف بزاف صديقات واصدقاء يشكيوا لي من انهم ما يعرفوش يعنونوا تجاربهم ولا ما يلقاوش العناوين المناسبه. نجمه بنتي مبدعه في ايجاد العناوين. نجمه اهلا بك. سما نجمة انت راح ديري وكالة للعناوين وما يغيظكش العنوان تاعك تمديه لواحد اخر؟ لا، يغيظني حتى حاجة. المهم انا درتهم ولا نخليهم هكذا بلا ما ندير فيديو. صح، لازم نمدهم. اعطينا شوية عناوين من اللي راكي لقيتهم يا نجمة. اولا عندي مدينة بلا لون. مدينة بلا لون. ثانيا عندي جبل بلا ظل. جبل بلا ظل. ضربة الموت. رابعا عندي يد متنمرة. يد متنمرة. خامسا لدي حليب النار. حليب النار. عجبني هذا العنوان. تعطيه لي نجمة، تعطيه لي، أنا أولى به من الآخرين. تعطيه لي. سادسا عندي وحش القطارات. سابعا أعطينا سبعة برك. مازال ما قلتي لي واحد العنوان. حزن سعيد. حزن سعيد. نجمة كيفاش يجوك العناوين؟ انا كل ما نشوف انسان يهضر على كلمة مفردة وحدها نزيد لها كلمة من عقلي وتولي عنوان. جميل. العناوين الاخرى هكذاك درت بنفس الطريقة. جيبي العنوان من حياتك. الانسان ولا الكاتب اللي يحب يدي من عندك عنوان واش لازم يدير؟ لازم يدخل عبر فيسبوك ويعطي لك الفكره العامه. يعطيني الفكره العامه تاع الكتاب تاعو. ايه، وما نكش انا نفكر في عنوان يناسب ذاك الكتاب ومد العنوان. ايش سمى نجمتي العنوان عندك ماشي هكذاك برك، لازم يكون لازم يكون حسب الكتاب. زعما يكون شجره حزينه. لازم يجيب بعنوان اللي يقولوا في كل التفاصيل وفي كل كلمه في ذاك الكتاب. اذا اصدقائي الكتاب، صديقاتي الكاتبات، راكم محظوظين بنشوء وكاله جديده اعتقد انها مبتكره في العالم، وكاله نجمه للعنوانه. نجمه نحبك. وتبقى موهبة تستحق الدعم والتشجيع، خصوصا بالعناوين التي قدمتها: يد متمردة، جبل بلا ظل، حليب النار، مدينة بلا لون، ضربة الموت، وحش القطارات، حزن سعيد، وشجرة حزينة. ابنة الروائي عبد الرزاق بوكبة ابن مدينة برج بعريريش، نجمة أبهرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الموهبة
التي تستحق الدعم، خصوصا وأنها في سن صغيرة ومبكرة جدا. يذكر أن عبد الرزاق بوكبة كان نشط كثيرا عبر المقهى الثقافي لبرج بوعريريج، وأسس جمعية جديدة هي فسيلة للنشاط الثقافي لنشر الثقافة لتكون بديلا عن النشاطات الرسمية ومكملة لها في ظل ركود المجتمع المدني في مجال الثقافة والكتاب والشعر.